امبارح خاض لاعبه الفريق البدلاء واللي ما شاركوش في مباراة فاركو تدريبات خاصة بعد انتهاء اللقاء باستاد برج العرب، وحرص الجهاز الفني للفريق على خوض اللاعبين البدلاء للفقرة بدنية خاصة بعد انتهاء المباراة ضمن طبعا البرنامج التدريبي الموضوع ليهم من البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق. طبعا جوميز بيحب يكون اللعيبة اللي ما شاركتش او شاركت لدقائق قليلة تكون جاهزة بدنيا، والموضوع ده طبعا عند المدرب مهم جدا وغير مسموح به ان اي لاعب ما يشاركش في التدريبات الإضافية، واللي مش بيشارك بيكون في عقوبة عليه وفقا للائحة، وده طبعا يعني اكيد هيصب في مصلحة الفريق بعدين، لانه يعني ده شيء لازم طبعا كل لاعب منهم يكون عنده دقائق يعني من التجهيز ودقائق من التدريب علشان نشوف ان شاء الله تحسن او تطور في مستوى اللاعبين اللي مش بيشاركوا بشكل كبير في المباريات بشكل اساسي طبعا في المباريات. كمان قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات الجماعية بعد خوض مباراة فاركو في برج العرب، وبيستأنف الزمالك تدريباته بكرة الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر ليها يوم الأحد المقبل بمسابقة الدوري المصري الممتاز. ونختم اقرا الخبر مع جامس بوردو اللي كلف معاونيه باعداد تقرير مفصل عن فريق الاسماعيلي اللي هنواجهه في ماتش اللي جاي ان شاء الله في بطوله الدوري الممتاز. التقرير هيكون فيه كل التفاصيل الخاصه بالدراويش واخر المباريات اللي لعبوها، وبعدها هيكون في جلسه للجهاز الفني علشان يدرسوا كل ده علشان يحضروا للمباراه بالشكل الامثل، خصوصا اكيد انه ما فيش وقت خلاص لان الماتش هيتلعب يوم الاحد، فتقريبا يعني ما فيش مده زمنيه كبيره ما بين المباراتين، واكيد التقرير المفصل ده هيفيدنا بشكل كبير جدا ان احنا نعرف سلبياتهم ايه نشتغل عليها وايجابياتهم ايه ونحاول ان احنا يعني نتخطى الايجابيات دي او ان احنا يعني نقدم مستوى افضل منهم ان شاء الله في المباراه القادمه.